السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات العيادة البيطرية. في العيادة البيطرية نتناول أمراض الحيوان بجميع فصائله المختلفة، الفصيلة الخيلية، المقطرات، الأغنام، الماعز، الحيوانات الأليفة، أمراض الأسماك وأمراض الدواجن. نتناول في كل مرض من هذه الأمراض مسببات هذا المرض، أعراض، طرق انتقاله للإنسان والحيوان، طرق العلاج وكذلك طرق الوقاية. ودائما أبدا شعارنا في العيادة البيطرية الوقاية خير من العلاج. مشاهدينا الأعزاء، مشاهدي العيادة البيطرية على مصر الزراعي، النهاردة هنتكلم مع بعض في موضوع يعني يهم 10% من المشاهدين بتوع العيادة البيطرية، هو أمراض الكلاب والقطط. بس قبل ما أتكلم في أمراض الكلاب والقطط، في سؤال مهم جدا قوي أنا عايز أجب عليه الأول قبل ما أقول أي حاجة في موضوع أمراض الحيوانات الأليفة أو التحصينات بتاع الحيوانات الأليفة. السؤال ده دايما أنتم بتسألوه ليا وما بلحقش برضو أجبه لأنه بياخد وقت طويل قوي، فأنا قلت أبدأ بيه قبل ما أبدأ موضوع الكلاب والقطط، أبدأ بيه الحلقة عشان أستفيض فيه براحتي. السؤال بيقول: أنا عندي حيوان متعدد التلقيح اللي هو الريبيت بريدر، عندي بقرة أو جاموسة بتيجي كل حاجة بتتلقح، كل حاجة بتتلقح، كل حاجة بتتلقح. إيه الحل لها؟ قبل ما بنقول الحل بنقول أسباب الموضوع ده إيه؟ عشان إذا عرفنا السبب هنقدر نقول الحلول. أسباب الريبيت بريدر أو الجاموسة أو البقرة متعددة التلقيحات، أسباب يا إخوانا بناخدها من الناحية خاصة بالإنسان، بالبني آدم، صاحب الحيوان أو صاحب المزرعة. الأسباب دي خاصة بيه في إيه؟ أول حاجة إن هو بيستعجل، هنعدهم كده مع بعض الحاجات اللي خاصة بالعنصر البشري. أول حاجة إن صاحب الحالة يستعجل في تلقيحها قبل ما يرجع الرحم بعد الولادة لوضعه الطبيعي، مجرد نلاقي فيها علامات شياع سواء حقيقية أو كذبة يجري جاري يلقح الحيوان وهو ما كملش مثلا 40 يوم او 45 من يوم ولاده، يقول لك شهر يجري يلقح. اول حاجه ده المكان مش هيبقى طبيعي، والمكان اللي هيستقبل السائل المنوي اللي هيتحط مش هيبقى مجهز، والمبايض مش هتبقى جاهزه، والشغل الهرمونات مش هتبقى جاهزه في الوقت ده. يبقى انا استنى لما الرحم يرجع لوضعه الطبيعي تماما وياخد فتره الاوانيه، الشياع الاولاني اسيبه وابدا ابص على الشياع الثاني اللي هو بعد 40 يوم تقريبا من الولاده. دي رقم واحد، انه بيستعجل في ايه؟ في عمليه التلقيح. رقم اثنين، لما الحيوان يشيع بيروح لناس مش متخصصه في التلقيح. يعني ايه؟ واحد تمرجي او واحد عامل عادي او واحد عنده فكره بسيطه عن موضوع التلقيح الصناعي ويبدا يودي له. من ضمن الاسباب ديت ان هو اللي عندوش فكره ده يبدا مش عارف السائل المنوي اللي معاه ده حي ولا لا، حيويته كويسه ولا لا، النيتروجين داخل الكولمن بتاعه مغطي السائل المنوي كله ولا لا، سايب النيتروجين فاضي ولا لا، بيدخل القسطره في مكانها الصحيح ولا لا، بيلقح صح ولا لا، عارف المكان ولا لا. يبقى الملقح له اكبر عامل. وتاني حاجة الهاندلنج بتاع السيمن، يعني ايه الهاندلنج بتاع السائل المنوي؟ معاملة السائل المنوي، بيطلعه من النيتروجين ويحطه في الوتر باص اللي هو الحمام المائي صح ولا لا؟ يعني شغل التكنيك بتاع التلقيح الصناعي ماشي صح ولا مش ماشي؟ دي برضو من ضمن الحاجات اللي تخلي الحيوان ما يمسكش ويرجع في دورة شياع تاني. ضمن الأسباب، وهقول لكم ايه هي العلاج، أعمل ايه بعد ما أخلص الأسباب. تاني حاجة، طب أنا ما بشتغلش بالتلقيح الصناعي، انا شغال بالطلقه. الطلقه اللي شغال بتاع عمك الحاج حمدان اللي عندك ده، لقح كام واحده في اليوم ده؟ لقح 7-8 وحايد في اليوم ده ولا لقح بقرتك انت بس؟ اول ما بقرتك شاعت وبدات عليها علامات الشياع وديتها للطلقه وسالت هو لقح كام واحده في اليوم ده، مستهلك ولا مش مستهلك؟ الطلقه اللي انت رايح له طلقه صحته صح؟ بياكل صح واقف سليم ولا طلقه مهكع ومعظم وبس ايه يقولك ده بيموت؟ عمل ماونتنج، عمل نط عليها كم مره؟ مره وخلاص وسكت لانه مستهلك ولا عمل عليها 1 و2 و3؟ دي برضو لو ما عملش كده هترجع تاني تشيع،
لانه مش حاطط السائل المنوي المحطوط فيه لا بالكفاءه ولا بالقوه انه يحدث لك الايه الاخصاب. تاني حاجه مهمه برضو نخلي بالنا منها، الميعاد، المواعيد بتاعك، عند رايح في الميعاد الصح ولا مش رايح في الميعاد الصح. لو انت بتلقح صناعي احنا قلنا لازم نلقح في لاست اند اوف استرس، اللي هي فتره نهايه الشياع، يعني في اخر 6 ساعات. لو هي شائعة بالعربي، لو شائعة الصبح نلقحها آخر نهار، لو شائعة آخر نهار نلقحها الصبح. بدي فرصة لو أنا هلقح طبيعي الميعاد بتاعها. طيب العلامات بتاع الشياع، هل العلامات دي صحيح علامات شياع صح سليمة ولا علامات شياع كاذبة؟ علامات الشياع السليمة انتوا عارفينها كلها، التنعير، تنعير بمسافه كبيره، والسائل اللزج الابيض الشفاف اللي نازل من الحياه بتاع الحيوان، الحيوان واقف قدامك عايز تحس انه شايع ولا كلام بس بينط على اللي جنبه ومش نط كده، وتحس ان هو علامات الشياع السنويه موجوده وعلامات الشياع الاصليه ما هيش موجوده. لازم برضو ما اوديش اودي للتلقيح الا بعد اتاكد من علامات الشياع الاصليه. طيب ايه كمان؟ قبل ما اروح وقت تلقيح صناعي لازم الملقح اللي معايا او الطبيب اللي معايا يفحص الرحم كويس. هل الرحم في حاله اركتايل كونديشن؟ هل الرحم في حاله شياع ومشدود قدامه؟ ولما يعمل مساج للرحم ينزل السكريشن قدامه، البقره جاهزه، الجاموسه جاهزه للتلقيح ولا لا؟ توقيت مهم جدا من الحاجات اللي هي ايه؟ العامل اللي احنا بنتكلم عليها، العامل البشري. تاني حاجة الإيواء، هل البقرة ديت أو الجاموسة ديت بعد ما أنا لقحتها حطتها في مكان جيد التهوية ولا مكان كتمة وحرارته عالية زائد الحرارة بتاعتها توصل ل 40-45؟ يحصل لو حصل فيه إخصاب للبويضة للبويضة المكونة هيحصل إجهاض بعد كده، هيحصل حاجة اسمها موت جنيني مبكر، ممكن يحصل بعد 17 يوم من التلقيح يحصل التخصيب وبعد كده تموت نتيجة للحرارة اللي حواليها. الحيوان مصاب بأمراض تخليه ينزل الجنين ده بسرعة بعد شهرين، زي الليبتوس بايرا، زي الكامبيلوباكتر، أمراض عامة تبقى موجودة فيه نتيجتها ان هي بسماحنا الفينيريال ديزيز، نتيجتها اللي هي تنزل الجنين ده ولا مش مصاب ومفحوص صح وخالي من البروسيلا وخالي من الليبتوس بايرا وخالي من السول وخالي من الكامبيلوباكتر الميكروبات دي. برضو التغذية اللي جنبه، التغذية اللي حواليه، الأرضية اللي حواليه سليمة ونظيفة ولا لا؟ التغذية بياكلها صح، فيها كمية الأملاح المعدنية السليمة اللي احنا قلناها، فيها النسبة بين الكالسيوم والفوسفورس مظبوطة ولا لا؟ كل دي التغيير في الأملاح المعدنية، نقص فيتامين ألف دال تلاتة ها في التركيبة وفي العليقة بيقلل من نسب الخصوبة، بيقلل من نسب ان البويضة يحصل لها تخصيب. نتيجة ان البويضة ما يحصلهاش تخصيب يرجع الحيوان تاني يشيع تاني، ترجع العملية ايه؟ الحيوان مش ما بيشيعش. دايما نحط في دماغنا ان الحيوان بيبص على 3 حاجات. الاول ما بيبصش على الحالة الجنسية بتاعته الا ما يخلص حاجتين مهمين الاول، يخلص المينتنس بتاعه اللي هي العليقة الحافظة بتاعته والحاجة اللي تحافظ على حياته، ويخلص الانتاج بتاعه يبقى المينتنس بتاعه والبرودكشن بتاعه، وبعد كده يبص على الريبرودكشن. يعني ايه؟ يعني يخلص العليقة الحافظة وتحافظ على حياته، الاكل ياخده يعمل الانتاج بتاعه، ورقم 3 الايه؟ التناسل بتاعه. فلازم يكون الاكل عندك ما يكونش على الكفاف، لازم الاكل يكون كويس جدا. عامل لو هو منتج لبن يبقى تديله اكله عامل حساب العليقه الحافظه بتاعته والعليقه المنتجه بتاعته، والاضافه ان انت العليقه شغل الهرمونات وشغل الفيتامينات والاملاح المعدنيه اللي تخليه يشيع. من الحاجات برضو المهمه جدا ان احنا نخلي بينها منها الى جانب التدخل الانسان والبيئه اللي حواليه، نبص على باقي الامراض اللي حواليه. هل الحيوان ده سليم خالي من الطفيلات الداخليه والخارجيه ولا مليان اراد ومليان امل على ظهره ومليان ديدان في بطنه؟ كل ده لازم الاول انظف الحيوان من الحاجه دي، لان ده كله بيأثر على نسبه الخصوبه عندك، وبالتالي الحيوان يرجع تاني يشيع مره تانيه ومره تالته. من الحاجات المرضية اللي احنا قلنا نخلي بالنا منها كمان،
الشغل بتاع الجهاز التناسلي، يعني احنا قلنا حاجات خاصه بالبني ادم، وقلنا حاجات خاصه بالتربيه اللي موجوده فيه والامراض اللي عنده، خاص بقى بالجهاز التناسلي بتاعه. الجهاز التناسلي سليم من اول المهبل، ما فيش بقايا بول بتنزل فيه، ما فيش بقايا بول بتفضل موجوده فيه، يحصل تعفن، يحصل التهاب في المهبل، يجي يطلقها يدخل بعد كده يحصل فيه مشاكل. عنق الرحم والرحم سليم، ما فيش فيه التهابات رحميه، ما فيش فيه التهابات في عنق الرحم. قناه فالوب اللي بتاخد البويضه توصلها لمكان الاخصاب بتاعها سليمه ولا فيها التصاقات ولا فيها التهابات، كل ده لازم يتفحص. المبيض نفسه، هل المبيض عليه جسم اصفر ثابت ولا جسم اصفر مش قادر يثبت ويتغير بعد 15 ل 20 يوم ويخش الحيوان في شيع مره اخرى؟ هل يحصل التخصيب في الوقت ده موجود ولا لا؟ فلازم ابعت الحيوان الواحد يفحصه كويس قوي ويقدر يقول لك اه التوقيت ده والحاله الجسمانيه بتاع الحيوان تسمح بتلقيحه، الحاله التناسليه للحيوان الداخليه تسمح بتلقيحه، الملقح ما اعتمدش على ناس اللي هي مش عارفه حاجه. الملقح احنا هناخد الصلاه دلوقتي؟ طيب ماشي، احنا كنا بعد قلنا بعد الفاصل. طيب سامي من الدهلي، سامي من الدهلي، حاضر. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل اخ سامي. الحاله اللي حضرتك بتتكلم فيها ديت عندي بالظبط دلوقتي النهارده. عندي لو واخده بقره شاي ثلاث مرات. نعم. اخر مره جايبها من نص ساعه دلوقتي بتشيع طبيعي. تمام. وبعد ما بتيجي بتقعد تحزق لما تنزل المني اللي هي بتاخده بتنزله كله في خلال ثلاث ايام. تمام. وبعد ال 17 او ال 20 يوم ترجع تشيع تاني. تمام. طيب بص، انا عاوز اعرف المشكله عندها في ايه. اسمع القصه اللي انا قاعد احكيها بالراحه دي، وقاعد عشان سامع حضرتك بكل بالظبط. انا اروح اسال اللي بلقح لي انت عملت كم مره الدور ده؟ انا بروح بصرفها يا دكتور. طيب. الله يعلم بيبقى عامل كم مره. لا اسمع بس، انا لسه هتكلم. اشكرك اشكرك الاول. انا لسه هقول النصائح حياتي اللي احنا نعملها عشان نبعد عن المشكله دي، لان انا عارف انا بدات بالاجابه على السؤال ده ليه. طيب هناخد عادل من الغربيه عشان اخونا المخرج يعني حبيبنا. اتفضل اخ عادل من الغربيه، اتفضل. ايوه يا دكتور. اتفضل يا اخ عادل. ايوه يا دكتور. اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. احنا عندنا بقرة مستوردة يا دكتور. طيب. عندنا بقرة مستوردة سمنتال. ماشي. بقالها 40 يوم دلوقتي، والدكتور جه ادالها حقنة عشان الشياء. تمام. ماشي. ولحد دلوقتي بقالها دخلت في 45 يوم اهوت وما طلبتش. ماشي يا حاج عادل. عندنا بقرة تانية. طب. شتايل الماني. ماشي يا حاج عادل. ماشي. بتنزل هي والده بقالها زي 27 يوم بتنزل من حياة كده حاجه فضلات كده زي وساخه حمراء كده. طيب طيب اسمعني اسمعني يا حاج عادل. وانا هبدا يا اخوانا اخد الاتصالات كلها بعد الفصل على طول. اسمعني انا لسه ما بداتش حتى في موضوع الحلقه. عايز اهم سؤال عندي اللي انتم تسالوه دايما اللي انا باجب عليه ده، فانا واخده بالراحه لكم كده ووصله لكم بالراحه، بسمعوني من التلفزيون وان شاء الله الاجابه هتبقى ايه شافيه بعون الله. يبقى ده تقريبا الاسباب بتاع الحيوان ليه بيشيع مره واثنين وثلاثه وبيجي يتلقح وما بيمسكش غالبا اللي احنا قلنا. طب ايه النصائح بقى او ايه العلاج يا دكتور حامد، او ايه اعمل ايه عشان ما يحصلش عندي المشاكل دي؟ ناخدها واحده واحده. يبقى اول رقم واحد، اهتمام زي ما احنا قلنا بتغذيه الحيوان وهو في فتره العشار وهو في فتره حديث الولاده، لان فتره العشار مهمه جدا ان انا اعمل العلاج الحمضيه والعلاج القلويه اللي قلت لكم عليها، وفي فتره حديث الولاده ان هو لان نتجنب او نبعد عن اتزان الطاقه السلبي اللي هو النيجاتيف انرجي بالانس. يعني ايه؟ يعني ازود الاكل كويس في فتره الحلابه او فتره ده. رقم اثنين، ان انا ما اروحش لواحد يشتغل في التلقيح او القح صناعي عند حد او افحص عند حد الا ما يكون دكتور كويس جدا 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 ويكون عارف نتائجه وعارف كفاءته في التلقيح الصناعي وعارف كفاءته في الفحص التناسلي، ابدا اودي الحيوان له. لانه ممكن قوي حيوان يبقى عشار وهو نتيجه لعدم خبرته يعمل ينزل الجنين مره تانية او يدي علاج ينزل الجنين مره تانية. يبقى التاكد
من الراجل اللي انا رايح له يكون راجل بيفهم وراجل كويس. بعد كده التاكد من سلامه وجوده السائل المنوي. طب انا بلقح طبيعي، يبقى اتاكد من الطلوقه اللي انا رايح له. في كره كامله ما فيش فيها غير طلوقه واحد، واحيانا في كره في الفيوم قالوا لي ما فيش طليق فيها خالص. بياخد يعني كل ما يكون يعني لو هو الطلوقه عندك صحته كويسه وخالي من الامراض وبيلقح 2 أو 3 في اليوم، كل ما نسب الخصوبة هتبقى عالية. مش هروح لواحد بيلقح لي 7 مرات أو 8 مرات، هيبقى مستهلك والسائل المنوي النازل مفيش فيه الكفاءة اللازمة اللي يحصل فيها الإخصاب. كمان أتأكد من اللي احنا من علامات الشياع الحقيقية، أتأكد إن الحيوان ده شايع من منظره، واروح للحيوان قبل ما يلقح، قبل ما اوديه للطلوقه او قبل ما القحه لازم اوديه لدكتوري او اجيب دكتور يفحص الرحم. هل الرحم ده شايع فعلا ولا مش شايع؟ هل الرحم من الجرافيوم فوليك او البويضه موجوده على المبيض ولا لا؟ هل المبيض عليه ادخل التلقيح ولا المبيض عليه جسم اصفر وممكن تكون والرحم قالم وهادي وممكن تكون عشر او ممكن تكون مش شايعه؟ لازم افحص قبل ما اودي. مش افرح انها علامات سنويه وارجع وادي واقول ايه الحيوان ما مسكش، الحيوان ما مسكش مره واثنين وثلاثه. تمام. كمان ان انا في حاجات بحب اقولها في عمليات التلقيح. يوم ما تلقح وعارف عايز تتاكد ان التلقيح في التوقيت الصح، استخدم مع التلقيح بسميها احنا ايه الريسبتال او جي ان ار اتش ريليزنج هرمون بالانجليزي او بالعربي، حاجه تعمل تزامن للتبويض اللي هو موجود في السوق باسم ريسبتال او اي اسم موجود في الاسواق يكون الماده الفعاله بتاعه جي ان ار اتش ريليزنج هرمون، اللي هي الحاجه اللي تعمل لي تزامن التبويض مع التلقيح الصناعي، يعمل بسرعه ان البويضه تستوي صح عشان تستقبل السائل المنوي اللي هيخش لها. وكمان عشان اقضي على حكايه ان الحيوان يحصل له موت جنيني مبكر على اليوم ال 17 او اليوم ال 18 او اليوم من اول يوم ال 12 اليوم ال 17، افضل ان انا ادي حقنه ثانيه من الريسبتال دي بنسميها حقنه تثبيت من اليوم ال 12 لليوم ال 15. ادي 2.5 يوم التلقيح و2.5 تاني من اليوم ال 12 ليوم ال 15 عشان اعمل تثبيت للزيجوت المتجون ده او البويضه اللي دخلت مع الحيوان المنوي، اعمل لها تثبيت وتقدر تستمر معايا. برضو من الحاجات اللي انا احب اقولها ان التغذيه، اكدنا على التغذيه واكدنا كمان مره على ان انا في حاجه انتم بتعملوها كتير قوي بتعتمد اعتماد كلي على البرسيم على البرسيم على البرسيم في الاكل. البرسيم انتوا عارفين انه عالي في الكالسيوم ونقص كبير قوي في الفوسفورس، فلازم ادي مع البرسيم ده لو انا هعدي برسيم 80% من التركيبه ادي معاه ايه؟ ادي معاه شويه رده، لازم تبقى الرده موجوده في التركيبه بتاعتي وبكميه كبيره عشان التوازن بين الكالسيوم والفوسفورس ده برضو بيأثر في نسب الخصوبه وبالتالي الحيوان بيرجع يطلب مره ثانيه. يبقى وانت بتاكل البرسيم لازم تحط معاه كمية ردة في المركزات اللي انت بتحطها. من الحاجات برضو اللي مهمة جدا ان انا اخلي بعد ما القح الحيوان ما جيش احطه في مكان زي جهنم الحظيرة مقفولة من كل اتجاه ومخنوقة من كل اتجاه، ده لو حصل فيه اخصاب هيحصل ان الاخصاب ده الحرارة هتزيد، هيحصل موت جنيني مبكر للبويضة المتكونة دي. يبقى اجمل القصة دي كلها في ايه؟ فان انا اخلي بالي لما اجي اللي هي متكرره التلقيحات دي اطلع الشياع في الوقت الصح، علامات الشياع تكون علامات صح اساسيه، اودي للدكتور الفاهم او الطبيب البيطري الفاهم في التناسليات، اودي الملقح الصناعي اللي عارف، ابدا احط حيواني في مكان جيد التهويه، ااكل حيواني صح، ااكل تغذيه قبل وبعد الولاده، اكتر من فيتامينات املاح المعدنيه بالذات فيتامين ا د 3 ازوده في التركيبه بتاعتي، اخلي بالي من الكالسيوم والفوسفورس، اعمل لو بتلقيح صناعي الهاندلنج بتاع السيمن فيه نيتروجين ولا لا، ابص قبل ما الملقح يجي ابص في الكولمن بتاعه الكولمن فيه نيتروجين كفايه ولا ما فيش فيه نيتروجين كفايه، اروح للراجل اللي سمعته كويسه وجايب نتائج كويسه في التلقيح الصناعي. ده مهم جدا جدا يا اخوانا، انا قلت ابدا بيه وبعد كده نتكلم في موضوع الحلقه اللي هي متعدده التلقيحات ديت اسبابها ايه والعلاج اللي يتم فيه. وافضل ادي ريسبتال يوم التلقيح
ودي ريسبتال تاني في اليوم ال 12 او يوم ال 14 عشان اثبت تلقيح، ويكون حيواناتي خاليه من الامراض زي السل وزي الليستيريا وزي الكامبيلوباكتر والحاجات اللي هي بتعمل اجهاضات للحيوانات بعد كده. ده يعني اجابه مستفيضه شويه على ليه البقره بتاخد تلقيحات كتير. نتكلم بقى موضوع الحلقه النهارده ان شاء الله ناخده في 10 دقائق كده او قبل الفاصل ان شاء الله، اللي هو الكلاب والقطط في الحيوانات الأليفة، أهم التحصينات للكلاب والقطط. جميع الكلاب والقطط خلي بالكم لازم نحصنهم ضد الأمراض الفيروسية والبكتيرية اللي بتنتشر ما بين التجمعات بتاع الكلاب وبتاع القطط، ولازم من متابعة برنامج التحصينات الدوري. عملية التحصين يا أخوانا بتبتدي للكلاب الصغيرة أو الجرو الصغير من عمر 45 يوم إلى شهرين. بنعمل إيه؟ بندي إيه التحصين اللي بنديه؟ بندي التحصين السوماني، وده عبارة عن 8 أمراض فيروسية وبكتيرية، وبعد 21 يوم تاني بياخد جرعة منشطة من السوماني مرة تانية، وبعدين بياخدها جرعة سنوية. ده بالنسبة لمين؟ للجرو الصغير أو الكلاب. طب القطط، القطط من 45 يوم لشهر بتاخد إيه؟ بتاخد التحصين الرباعي. ليه؟ هم إيه؟ 4 أمراض. الجرعة الأولى بتاخد لسن 45 يوم، وبعدين لسن شهرين، وبعدين الجرعة الثانية بعد 21 يوم، وبعدين جرعة سنوية بالإضافة للتحصين الهام جدا للقطط، وهو اخطر مرض عندنا، وهو مرض السعار. القطط والكلاب اخطر الامراض اللي احنا بنسميه الريبيز، ده نخلي بالنا لازم يتحصن هذا المرض. هو ايه السعار؟ مرض عصبي خطير جدا بينتقل من الحيوانات الاليفه لبعضها، وايضا بينتقل للانسان. فلازم ولابد من حمايه الكلاب وحمايه الاسر اللي احنا بنعيش معاها، بان احنا بنطعم الكلاب والقطط دي ضد مرض السعار. بيبدا من الشهر الثالث واحيانا من الشهر الرابع، بس لازم قبل ما يعدي عليه الشهر السادس لازم ياخد التحصين. السعار بالنسبه للكلاب بيتاخد في سن 3 شهور ويتعاد كل سنه، وضروري كل سنه يعاد البرنامج ده. وكمان القطط لازم تاخد تطعيم السعار في سن 3 شهور وبرضه بتعاد كل سنه. لابد من تطعيم السعار يا اخوانا خوفا على صحه الناس اللي هم مربين الحيوانات الاليفه دي. تاني حاجه، تجريع الحيوانات الاليفه ضد مضادات الديدان الداخليه والحشره الخارجيه، الامل القراد لو فيها حاجه عشان الاصابه والنظافه بتاعكم. تاني حاجه، طيب اعمل ايه؟ السؤال دايما بيسال لي اعطي الادويه للكلاب ازاي والقطط، يعني ادي لها ازاي؟ الكلاب والقطط دايما أو الحيوانات الاليفه بتاخد عن طريق الفم، سواء كانت في الشراب او في حبوب، وفي ادويه بتاخذ عن طريق، وفي بعض الادويه بناخد بنديها لها عن طريق الوريد لو احنا عايزين نعمل محاليل ولا حاجه، وفي ادويه بسيطه بنديها لها عن طريق العضل وتحت الجلد. الادويه اللي بتتاخد تحت الجلد او في الوريد او العضل لازم تتاخد عن طريق طبيب بيطري، مش اي حد يديها، طبيب بيطري متخصص. عمليه اخذ الدواء عن طريق الفم بتكون سهله بالنسبه للناس الموجود، يعني صاحبه القطه او صاحبه الكلب ممكن تستخدم ايه الحبوب او حاجه تحطها لها، او عن طريق ان احنا نحطها لها في الايه في الطعام اللي هو بنسميه الدراي فود، الطعام الجاف، او نحطها لها في الماء. طيب ايه اهم الامراض اللي بتيجي للحيوانات الاليفه المتربيه معانا في البيت؟ اهم الامراض هي الامراض الجلديه، هي من اهم الامراض المنتشره بين الحيوانات الاليفه وبين الانسان. تلاقي الحيوان بيهرش، القطه على تهرش على طول، شغله هرش في الجلد بتاعها في الودن، وممكن يحصل لها حاله عصبيه، والحشرات اللي زي البراغيث والقراد بتبقى عامله لها التهابات وعامله لها اريتيشن جامد قوي. في حاجات كمان بتيجي في الجلد نفسه زي الجرب، يعني البراغيث بتيجي خارج الجسم، اللي في الجسم نفسه اللي هو ايه زي الجرب. والمرض ده بيجي نتيجه ان الحيوان مش لاقي رعايه، الحيوان مش لاقي رعايه كويسه ولا عنايه بيه،
فالحيوانات ديت لازم نتكى على عمليه الامراض الجلديه بتاعتها، وان احنا نخلي بالنا منها في التحصان بتاعتها. السؤال الرابع اللي هو بيقول ايه التغذيه، قواعد التغذيه بتاع اغذيها اكلها ازاي. قواعد التغذيه بعد الفطام في الشهر الثاني بياخد 4 وجبات بعد الاكل، ولازم نعلمه ان هو الاخراج بتاعه يكون عارف مكانه فين ويروح في مكان مناسب وينزل الاخراج بتاعه. والوجبات بتبدا من 3 وجبات لـ2 حسب عمر الحيوان، وممكن يتناول وجبه واحده او يوميا او مره ثانيه. ولازم نعود الحيوان اهم حاجه على انواع مختلفه من الاكل، ما تسيبوش ياخد حاجه معينه. لازم الاكل يبقى فيه شويه سمك شويه فريش حاجات لايه للحاجات دي، ونتعود ان هو دايما يعمل الاخراج بتاعه في مكان معروف والاكل يتغير كل حبه. في ناس بتقول ان السعار بيتحصنش الا بعد 6 شهور، هو فعلا في مصر هنا بيبدئين من 5 لـ6 شهور التحصين، لكن هو عالميا بيبقى من 3 شهور لـ6 شهور. طيب في شويه قواعد اساسيه ان انا اربي فيها الحيوان الاليف، لازم يكون المسكن نظيف وحمايه كافيه من له، بغسله دايما بالمطهرات والميه، ونوفر مكان مناسب له، وعنايه يوميه به، هل يوميا في نظافه شخصيه له ولا لا، وان احنا بالحركه دي بنحافظ على الاسره وبنحافظ على الاطفال اللي هم ايه بيتعاملوا معاها. ودايما زي ما انا قلت المره اللي فاتت ان احنا نعوده ان هو يعمل الاخراج بتاعه في مكان بعيد عن المسكن ومكان يبقى ايه محدد ومعروف له. هو ده تقريبا انا يعني نبذه صغيره عن الكلاب والقطط. ويعني انا الموضوع بتاع الكلاب والقطط انا عارف ان هو القناه بتاعنا قناه فلاحين وقناه زراعيه، معظم مشاهدين ليها 90% من اخواننا الفلاحين، الموضوع ده ما يلزمهمش قوي، بس في 10% 5% بيحبوا يطلبوا عشان المحافظه عليهم، فاحنا برضو بندي لهم اللي هم عايزينه. فاتمنى ان احنا نكون يعني قدرنا نوفي الجزء بتاع التربية والتحصينات بتاع الحيوانات الأليفة. مشاهدينا الأعزاء هناخد فاصل صغير وهنرجع لكم تاني وهنفتح التلفونات، وفي انتظار بقى مشاركتكم كلها، أي سؤال هيجي إن شاء الله هنأجب عليه. فاصل ونرجع لكم مرة تاني. اهلا بكم مشاهدينا الاعزاء. مش عايزين ننسى الموضوع اللي احنا اتكلمنا فيه قبل كده، واللي احنا اول حلقه قلنا الاسباب اللي بتؤدي للربيط بريدر او التلقيح مره اخرى. قلنا اسباب بشريه خاصه بالعامل البشري، قلنا اسباب خاصه بالمسكن، قلنا اسباب خاصه بالامراض اللي تيجي للحيوان، الامراض العامه، قلنا اسباب تناسليه، قلنا في الفحص بتاعها. هناخد اتصال من اخونا. الو، اخونا فيصل من البحيره. فيصل من البحير، اتفضل يا استاذ فيصل. حاج فيصل، الو، السلام عليكم. اتفضل يا حاج فيصل بسرعه بسرعه. الله يخليك، عشان الوقت بس نلحق ناخد اكتر وقت الاسئله. لو سمحت يا دكتور، كنت عايز اسال بس عن مخلفات ال اصنع بنجر السكر، ينفع كسلاج او لا؟ مخلفات اللي هي صوابع، مخلفات بنجر صوابع العلف، مش كده؟ صوابع لا مش صوابع العلف يا دكتور. ها، مخلفات البنجر نفسها، مخلفات بتاعت بنجر السكر. تمام بتاعت المصنع بنجر السكر. حاضر، تنفع كسلاج او لا؟ ولو تنفع ايه الطريقه؟ طيب حاضر، اشكرك يا اخ فيصل. هنأجب برضو على سؤاله. المخلفات موجوده، كل المخلفات ممكن تخش في التركيب. مخلفات مصانع العصير بتاع البرتقال، قشر البرتقال ممكن تخش. مخلفات البسكويت، مصانع البسكويت تخش. مخلفات مصانع البطاطس تخش في التركيب. معظم المخلفات اللي موجودة عندنا الزراعية ممكن تخش في التركيب. بس ازاي تعرف تدخلها عشان تعمل تركيبة متزنة؟ كل حاجة من الحاجات ديت المسؤول عن التغذية عندك، يعني عايز ادخل قشر برتقال، عايز ادخل مخلفات بنجر، عايز ادخل مخلفات بطاطس، عايز ادخل بطاطا، عايز ادخل نوى البلح، كل ده وارد جدا ويخش ونعمله في التركيبه بتاعتك حسب الحاجه اللي انت ايه عايز تضيفها، او مخلف نوع المخلف الموجود عندك. هناخد حاتم من القاهره. حاتم من القاهره، ازيك يا دكتور؟ اتفضل يا استاذ حاتم. دكتور حامد، ازي حضرتك؟ الله يخلي حضرتك، اتفضل. بصراحه انت موسوعه لكل اللي بيتفرجوا وكل اللي مهتمين
الثروه الحيوانيه. ربنا يخليك، احنا على قد ما نقدر كده بنعمل حاجات ارشاديه بسيطه يعني. انت منور الشاشه واحنا بنحب نتفرج عليك ونستناك اسبوعيا يعني. ربنا يبارك في حضرتك. انا بطالب بس حضرتك توجه من الدوله للشباب اللي عايزين يكبروا المعالف الصغيره بتاعتهم بدعم من البنوك. انا عايز اكبر المشروع الانتاج الالبان بتاعي، فبيبقى صعب علينا قوي ان احنا نحصل على قرض، والقرض بيبقى فايدته عاليه جدا. فبنطالب من الدكتور حامد ان هو يوجه كلمه للمسؤولين بدعم الشباب في الثروه الحيوانيه في مصر، بدل ما احنا بنستورد من بره. تمام. احنا قادرين، احنا قادرين بفضل الله ان احنا نربي ونكبر المشاريع بتاعتنا. انا معلومات الدعم في مصر ضعيف جدا. تمام يا استاذ حاتم، انا معلوماتي استاذ حاتم من ناحيه الدعم بتاع المشاريع الزراعيه، لان انا اتعرض عليها حتى من بنوك، مش بنوك اهليه، بنك من بنوك اللي هي القطاع العام، عاملين حكايه مشروع القرض بفائده 5% للمشروعات الزراعيه. يعني الكلام ان انت بتودي لهم دراسه الجدوى للمشروع ده، بتودي لهم الملكيه بتاع المكان بتاعك، الملكيه بتاع المكان اللي انت حائز عليه، وبتعمل دراسه جدوى للمكان ده، وبيجي لك مسؤول الاداره البيطريه اللي ناحيتك يقول فعلا المكان ده فعلا صح موجود ولا لا، وبيدوا لك تقريبا 1,000,000 جنيه بفائده 5%. الكلام ده اتعرض عليا كذا مره بس ما دخلتش فيه يعني، فبقوله بالمره اقول لحضرتك. بالنسبه للمخلفات يا اخوانا بتاع البنجر او غيره، تخش المخلفات في اي تركيب، بس تشوف سعرها، هل السعر ده التركيبه اللي عندي عملت اللي انا عايزه من معدلات النمو بتاعتي ووفرت ولا ما وفرتش؟ هل انا وفرت باضافه مخلفات البنجر ولا ما وفرتش باضافه مخلفات البنجر؟ هل انا اضفت وفرت من التركيبه وهي ثابته وبتديني معدلات نمو اللي انا بجيبها كل مره ولا ما وفرتش؟ ناخد محمد من المنيا. محمد من المنيا، معاك اتفضل يا اخ محمد. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اسمعنا من التلفزيون يا حاج محمد. حاج محمد اسمعنا من التلفزيون. أيوة. عشان نلحق ناخد اكبر عدد من الاتصالات. اسمعنا من التلفزيون. ايوه يا دكتور اتفضل. لا عندي بقره يا دكتور ما صرفتش، قديمها حوالي 80 يوم كده او 90 يوم. تمام، 3 شهور ما صرفتش. 3 شهور. وسالت واحد دكتور قال لي هتلاقي اديها حقنه، في حقنه اسمها حقنه صرفان. حقنه صرفان، تمام. اديتها واحده. وما برضه ما عملتش معاها حاجه. تمام. وقال اتصلت بيه تاني قال لي اديها واحده ثانيه بعد 10 ايام. جدع. اديتها الثانيه برضه ما صرفتش لحد دلوقتي. كلام جميل يا عم محمد. انا السؤال بتاعك ده حلو قوي، وانا هاجبك اشكرك الاول، وانا هاجب عليه دلوقتي، لانه برضه من ضمن الحاجات المهمه جدا اللي هو احنا قلنا في اول حلقه الشياع المتكرر، ودلوقتي عم محمد بيسالنا بيقول الشياع اللي مش متكرر خالص، اللي ما بتشيعش خالص، اللي من اول ما ولدت لغايه مثلا 3 شهور او 4 شهور او 5 شهور ما شاعتش، اعمل فيها ايه؟ ده سؤال جميل قوي وهنأجب عليه برضه معاكم دلوقتي. اهم حاجه يا اخوان، انا قلت نفحص الحيوان بعد مرور 30 يوم عليه، يجيب الدكتور البيطري يفحص الحيوان. رجع لوضعه الطبيعي، الرحم رجع لوضعه الطبيعي ولا ما رجعش؟ يبدا يدي زي ما قال عم محمد حقن الصرفان اللي هي البروستاجلاندين اف تو الفا الاستروميت او لوتاليز، يديها بعد ال 40 يوم، ويدي حقنه ثانيه بعد 10 ايام. بعد 3 ايام من الحقنه الثانيه يجيب الدكتور ويفحص الحيوان، هل الحاجه ديت موجود لسه جسم اصفر قاعد على المبيض ولا راح؟ الحقنه اللي جابها حقنه سليمه مش مغشوشه ولا الحقنه بتاعته مش مظبوطه؟ لازم كل 10 ايام زي ما هو عمل كده، كل 10 ايام يعني، لو احنا بدانا من 40 يوم وادينا جرعه، ندي الجرعه الثانيه في اليوم ال 51. بعد كده ابدا احط ايدي من 3 لخمس ايام، يعني اليوم 54 لغايه يوم 57، ابدا احط ايدي واشوف الدخل في صرفان ولا مش دخل في صرفان. ممكن تكون شاعت وانت ما خدتش بالك، لازم تجيب اللي انت رحت خدت منه الحقنه، يجي بعد ما هو المفروض يجي لك من اليوم الثالث اليوم الخامس بعد الحقنه الثانيه يبدا يفحص. عايز تشتغل بسرعه ويعني اجباري، تدي الحقنتين بينهم 14 يوم، وبعد كده تدي حقنه ريسبتال،
وبعد الريسبتال تدي حقنه ثانيه لوتاليز، وبعد اللوتاليز 48 ساعه بتدي حقنه للريسبتال ثانيه، وبعد كده بتلقى الحيوان تلقيح اجباري. ده الاثنين مع بعض، البريسينك او الاوفيسينك. طيب ده لو انت عايز تفحص. طب في حاجات بتخلي الحيوان ما يشعش؟ ايوه، قبل ما تفحص يعني يكون تفحص هل قاعد على المبيض جسم اصفر مستقر ولا مفيش مش قاعد، هل الجسم الاصفر ده تحول لحويصله كبيره، حويصله اللي بيسميها لوتيليال سيست، ولا ما تحولش لحويصله كبيره، هل البويضه اللي المفروض تنزل ما نزلتش وتحولت لسيستك اوفري يعني تحوصل في المبايض سواء كان اوفريان او لوتيليال، يبدا الدكتور يجي يفحص ويشوف ويبدا يعالج معاك. ما تسيبش الحيوان يركن معاك لمدة 9 شهور وتاخد على الهواء، أو مدة 4 شهور تاخد على الهواء، لازم تروح وتجيبه ويجي يفحص وياخد علاجه ويعمل. ده بالنسبة لعم محمد. نرجع اتصالات النهاردة قليلة ولا إيه؟ نرجع للأسباب بتاع الريبيت بريدر. إحنا قلنا الأسباب بتاع الحيوان ما يشعش، في إندومتريتس، في التهابات رحمية، في انا اخد ايمن من المنوفية. ايوه اخ ايمن، اتفضل اخ ايمن. السلام عليكم. عليكم كلمنا من التليفون يا استاذ ايمن. استاذ ايمن. ايوه دكتور. اتكلم وطي التلفزيون خالص واتكلم من التليفون. ايوه دكتور. معاك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل. استسمعك بس كنت عايز اسال بس ازاي اوفر الامان الحيوي للمزرعه مفتوحه مش مغلقه. تمام، الامان الحيوي لمزرعه مفتوحه مش مغلقه، عايز توصل لها ازاي تحافظ على حيواناتك من الاصابه من الامراض المختلفه، وانك تمام. تعمل البايو سيكيورتي بتاعتك تعملها ازاي. حاضر يا استاذ ايمن. اول حاجه ناخد محمود من الشرقيه. الو، اتفضل اخ محمود. لو سمعت يا دكتور، احنا عندنا ورق البنجر. عندك ايه؟ ورق البنجر. ورق البنجر بننشفه وناكله الحيوان، بس الدكتور اللي هنا يقول لك لا غلط، الورق تاكله الحيوان. مش عارفين نستفاد منه ولا ما نستفادش منه ولا ايه. طيب يا اخي محمود، حاضر هاجب على سعادتك. ورق البنجر هو ينفع يتعمل سلاج؟ ولو ينفع يتعمل سلاج حاضر حاضر، الطريقه ازاي ونعرفها صح؟ لان احنا الدكاتره هنا يقول لك ما فيش، ما تعملوش، وحش مضر. حاضر يا اخ ايمن، حاضر يا اخ محمود. انا اشكر حضرتك وهكلم واخد بدر من البحيره. بدر من البحيره، اتفضل اخ بدر. حضرتك انا عامل مزرعه بتاعت يعني تسمين وحلابه، عايز افضل العلائق اللي هي كويسه تجيب معايا نسبه حليب، يعني افضل العلائق اللي هي التركيبه الكويسه اللي تخلي الحيوان يدر معايا في اللبن. حاضر تمام. وحاجه ثانيه، عندي برضو مزرعه جاموس، فيها بعض الجاموس اللي هو دايما يخبط جرنه في الحيطه على طول باستمرار، لدرجه ان هو هيشرخ الجر بتاعه. تمام. يعني باستمرار طول الليل بيخبط جرنه في الحيطه كده. طيب ايه سبب؟ هل سبب مرضي ولا ايه بالظبط؟ حاضر. طيب اشكر حضرتك اخ بدر. اخونا ايمن من نوفيه قال الامان الحيوي، الامان الحيوي في مزرعه مفتوحه. اول حاجه اخ ايمن، بالنسبه لمزارع الابقار المفتوحه، تعمل ما تدخلش حيوانات جديده خالص عندك الا لما تقعدها في المكان الانتظار بتاعها على الاقل لمده شهر، تكون فحصتها لو انت حلاب فحصتها ضد الامراض المعديه زي وبالذات البروسيلا والسل، لازم تخلي بالك منهم. فحصتها النهارده وبعد 21 يوم تاني افحصها واتاكد ان في على الاقل ثلاث اختبارات سلبيه دخلت عندي كل 21 يوم ابدا ادخلها. البوابه عندك ما دخلش اي حاجه كده، اي عربيه نقل، اي عربيه سلاج، اي عربيه برسيم داخله عندك كده جايبه الامراض وجايبه المشاكل على العجل بتاعها، ادخلها عندك. لازم تعمل مغطس في مطهر، في فورمالين، في انتي سيبتيك كلام مطهر قوي جدا يطهر العجلات اللي داخله عندك لو انت مضطر لها. او الاشخاص يكون لهم مكان خاص بيهم في فتره، ما تدخلش اي واحد يكون جاي من مزرعه جايب امراض من مكان مختلف وداخل لك بيه، وبالذات الحمى الكلعيه ممكن ينتشر لك عن طريق الملابس بتاعته، عن طريق الايديه، عن طريق اي حاجه. لازم يبقى في تطهير ومكان مكان نستخدم فيه
نستقبل فيه الزوار بتاعنا. ناخد رضا من الأليوية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا اخ رضا. والله يا ريت يا دكتور الجماعة يدينا بس رقم حضرتك الخاص. طيب والنبي يا استاذ انصاري هيقفلوا معايا واديله الرقم الخاص بتاعك. شكرا. اخونا ايمن لسه متأجر عليه بقى نقفل المزرعة المفتوحة عندنا ده، ما ندخلش أي حد عندنا إلا في مكان انتظار خاص بيه يقعد يستقبل. لو أنا هدخل المزرعة يلبس بوت من عندي، يلبس أفرول من عندي، يلف في المزرعة بتاعتي يكون البوت عندي مطهر، الأفرول عندي مطهر، يبدأ لو هو محتاجه قوي التطهير الخارجي لازم أعمله. أهم حاجة أقفل على مزرعتي ما دخلش حيوانات جديدة بقدر الإمكان، أعمل تحصيناتي أول بأول، ما خليش إن أنا أستنى لما يجي إصابة أبدأ أحصن. أدي الجرعة الأولى والجرعة المنشطة، مهم جدا إن أنا أخلي بال من ديك. في على فكرة السؤال ده فكرني بحاجة مهمة قوي موجودة دلوقتي بعض الناس سألون عليها، هل أنا بالنسبة للحمى الكلعية بالذات هي منتشرة قوي الفترة؟ أنا أخذ رمضان من البحيرة. حاضر بس أجب على رمضان من البحيرة. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا دكتور انا بنجيب ورق البنجر من عرش البنجر وبنشفوه، فهل العرش دي بيفيد البايم ولا يضره؟ حاضر. هو نفس السؤال اللي اتسال قبل كده برضو، ورق البنجر وعرش البنجر. حاضر اخلص الاسئله الثانيه وهاجب عليها حالا. اخونا رمضان من البحيره شكرا لك. بالنسبه لاخواننا كويس اني افتكرت الموضوع ده، الحمى الكلعيه، لو انا حصنت الحيوانات بتاعتي وجالها اصابه بالحمى الكلعيه، انا محصن. ناخد محمود من الشرقيه تاني. محمود ورق البنجر. محمود السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لا حضرتك اتصال غير محمود بتاع البنجر. طب اتفضل يا استاذ محمود اتفضل. لو سمحت يا دكتور، هل صحيح لما اجيب عجل سمنتال يعشر بهايمي، هل السمنتال بيدي لحم بس ما بيديش لبن؟ لا هو بيدي الاثنين بس مش زي الهولشتين. ماشي. الهولشتاين اعلى في اللبن. الهولشتاين اعلى في اللبن طبعا. السيمنتال بيدي لبن برضو كويس وبيدي لحم كويس، يعني مش وحش. شكرا اخ محمود. اخونا بالنسبه لاخواننا الموضوع ده انا سالت فيه كتير وحبيت اقول لهم هاجب عليه على الهوا ان شاء الله. انا حصنت حمى كلعيه النهارده، وبعد مرور اسبوعين او ثلاث اسابيع لقيت اعراض الحمى الكلعيه ظهرت في القطيع بتاعي، اعمل ايه وانا محصن الانيشال دوز او الجرعه الاولى عندي؟ بسرعه انا اقول لك ادي الجرعه المنشطه، بدل ما تستنى للجرعه المنشطه لمده اربع اسابيع، من ثلاث لاربع اسابيع، لا لو عدى عندك من اسبوعين لثلاثه وبدات في اعراض حمى كلعيه عندك، ارفع مناعه حيواناتك وادي الجرعه المنشطه. الجرعه المنشطه لو بديك مناعه، الجرعه الاولى لو بديك مناعه زي ما قلت قد كده، الجرعه المنشطه بعد مرور اسبوعين او 15 يوم ل 21 يوم هتديك مناعه قد كده يعني. والجرعه المنشطه ما بتاثرش على، بتضعفش مناعه الحيوان، لا بتزود مناعه الحيوان. هناخد ابو مينا. ابو مينا من اسيوط. ابو مينا من اسيوط اتفضل. ابو مينا ازي الحال يا دكتور؟ اتفضل يا اخي اتفضل يا استاذ مينا. عندي عجول تسمين لو سمحت يا دكتور. عندي عجول تسمين، فعايز العليقه يعني عليقه ممتازه. عندي مستخلص بذره قط، العليقه المناسبه، وعنده ذره. ايوه لعجول التسمين. عنده ذره والرده. عندك رده وذره وكزب قط. ايوه وكزب قط. ايوه وصويا. وصويا احط الصويا ولا ما احط الصويا؟ هقول لك لازم تحط الصويا حالا. اهو هاجب عليك. ماشي يا دكتور. اشكرك يا حاج ابو مينا. هناخد سيد من الشرقيه. سيد من الشرقيه اتفضل. اخ سيد ازيك يا دكتور؟ اتفضل. معاك السيد المستقل من الشرقيه. اهلا وسهلا اتفضل يا اخ سيد. حاجة سيد، احنا حدانا معانا عيل كده في الرضاعه عمره 3 اشهر وبيشرب وجبه ويسيب اثنين. عندك عجل رضاعه عمره 3 اشهر وايه؟ سمنتان. بيشرب وجبه ويسيب ويفوت اثنين. فطم نفسه يعني بيشرب وجبه واحده بس. فطم نفسه. بيشرب لبن ضعيف كده وحالته الصحيه مش حلوه. وعمره 3 شهور. عمره 3 شهور. جيله انفطم حدانا. الايه؟ جيله انفطم يا ريس. غيره اتفطم وهو لسه وزنه قليل وكده. وزنه قليل ما يجيبش حتى 40 كيلو 30 كيلو. وعايز ليه اشمعنى هو ما زادش معاك الزياده ديت وما بياكلش الاكل الكويس ده؟ بدنا نعرف الاسباب بقى. حاضر الزياده ممكن يكون حاجات كتير قوي هقول لك عليها حالا. ماشي يا ريس. هناخد محمد من الغربيه. محمد من، على فكره انا بكتب الاسئله كلها وكله هيتاجب ما تقلقوش يعني ان شاء الله. محمد من الغربيه.
محمد الفهد معاك يا دكتور من قطور. مين؟ محمد الفهد من قطور. من قطور، اتفضل اخ حاج محمد. ازيك يا دكتور؟ كنت في تحصين للحمى الكلعيه، لحمى الدم. تحصين لحمى الدم؟ لحمى الدم الملاريا يعني. اه حاضر. اه في هقول لك دلوقتي. ماشي ماشي، شكرا اخ محمد. احنا دلوقتي عندنا كام سؤال انا اجب عليه بسرعه. قلنا الامان الحيوي، الامان الحيوي خلاص انا تقريبا استفدنا فيه. الاخ محمود بتاع الشرقيه والاخ رمضان بيتكلم على المخلفات بتاع البنجر وعرش البنجر وورق البنجر، هل ينفع يا اخوانا؟ اي مخلفات هتنفع، حتى نوى البلح هينفع. هناخد الحاج احمد من الدقهلية. حاج احمد من الدقهلية اتفضل يا حاج احمد. اتفضل يا حاج احمد. ازيك يا باشا؟ دلوقتي انا عندي سؤالين عايز اطرحهم عليك. السؤال الاول، السؤال الاول انا كان عندي المواشي وحصل فيها. علي صوتك اصلا مش سامع والله، مش سامع بجد. الو. ايوه السؤال الاول ايه؟ كان عندنا مواشي حصل فيها يعني الحمى الكلعيه، وبعدين اللي حصل حصل يعني، وفي لسه بقيت اقول لسه ما جاش فهم العدوى، ممكن نحصنهم ضد العدوى الحمى الكلعيه ولا نستنى شويه؟ يعني انت جبت جبت عجول وحصنتها لكل عيل؟ لا ده قالوا كان عندي المزرعه يعني حصل فيهم الحمى الكلعيه. كان عندك في المزرعه وجالهم حمى كلعيه وبعدين؟ المهم يعني في عجلين الدبح والبيت القطيع لسه كويس، هل ممكن نحصنهم؟ خايفين للمرض يجي لهم ثاني، هل ممكن نحصنهم ولا نستنى شويه؟ بص يا حاج احمد، ضروري قوي خلي بالك ما تستناش الفعل ورد الفعل ابدا. اي حيوانات تخش عندك شاريها من بره لازم تحصنها ضد الحمى الكلعيه، ولازم تاخد الجرعه المنشطه بعد من 3 أسابيع لـ4 أسابيع، وكل 4 شهور تحصنها. ما تستناش ابدا الاصابه، لاصابه عجل واحد راح. حاضر، اشكرك يا حاج احمد، وناخد محمود من الشرقيه وهاجب عليك يا حاج احمد برضو مش هسيب. محمود أيوة من الشرقيه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ايه حكايه محمود من الشرقيه ده؟ كتير قوي محمود من الشرقيه، اتفضل. دلوقتي انا عامل سلاج وباكل عندي خرفان، جايب شويه خرفان وباكلهم منه. عندك سلاج؟ سلاج وخرفان وعندك خرفان؟ عامل سلاج وباكل دلوقتي حاليا منه. بس لا باكل معاه برسيم ولا باكل معاه حاجه يعني، بس على فبصه كده معاه. تمام. تمام يعني معيشهم 100 100. سلاج تمام. سلاج ومركز هيتسمنهم ويبقوا 10 على 10. سلاج دورة كيزان مركز. ايوه سلاج. وممكن اخر النهار، ممكن اخر النهار اديهم علفه انا عاملها كده. لا انا عايزك تدي سلاج ومركز وتخلطوا مع بعض. مركز اللي هو العلف المصنع، يعني علف مصنع او عندك شويه دورة او عندك شويه صويا وتخلطوا مع بعض. هقول لك برضو انا اخد احمد من منين يا باشا؟ احمد من البحيره، اتفضل يا احمد. ايوه يا باشا، ازيك يا دكتور؟ اتفضل يا حاج احمد. بقول لك يا دكتور انا بنوكل برسيم بس. بتوكل برسيم؟ عندي عجول ميتينات وبنوكلها برسيم، معتمد على البرسيم بس. امتى نفصل البرسيم؟ طب استنى، بتسمن عجل على برسيم بس؟ لا بنبتدي بنديله امتى نوقف البرسيم؟ هو حوالي من 180 ل 200. من 180 كيلو ل 200 كيلو بتديله برسيم بس. اه. وعايز تعرف هتوقف البرسيم امتى؟ حاضر. نعم؟ وعايز تعرف هتوقف البرسيم امتى؟ نوقف البرسيم امتى يا دكتور؟ اه حاضر، المفروض توقفوا من زمان، بس ما تعتمدش على البرسيم بس لوحده. هقول لك برضو حضرتك حال لازم برسيم ومركز. شكرا يا اخ احمد. المخرج بيقول لي قدامي 5 دقايق بس، الحق اجب على الشويه اللي معاك. حاضر، انا عليهم هاجب على الموجود، وان شاء الله في الحلقه الجايه ان شاء الله يوم الاثنين هبدا بيهم موجود. احنا وصلنا لاخونا كان بيتكلم على محمود من الشرقيه، الموضوع المخلفات، مخلفات البنجر. قلنا المخلفات تخش. ايمن من نوفيه قلنا اجبنا عليه. بدر من البحيره بيتكلم بيقول التسمين احسن افضل علاج للتسمين هو والحج ابو مينا، عايزين الاثنين افضل علاقه للتسمين للعجول والحلاب. قلنا يا اخوانا بالنسبه للعلايق والتغذيه ان شاء الله برضو انا هدي لكم نماذج العلايق في يوم الاثنين، اول حاجه هنزلها لكم، بس نعتمد على لو انا عندي عجول تسمين عايز اعمل لهم التركيبه. قلنا افضل تركيبه لك هي ارخص تركيبه واللي تديك نتائج كويسه. انا هديك نموذج للمركز ومعاه شويه سلاج. النموذج المركز يعني لو الحيوانات عندك
كبيرة من 300 لغاية 400 هتدي طاقة عالية وبروتين قليل. النموذج اللي عندي إيه؟ هتدي بال 550 درة، هتدي حوالي 180 بس صويا، 120 كزب قط، يبقى كده 550 و80 يبقى 630 و120 يبقى 750 و200 رض، والباقي على ملح وجير 10 وجير وبيكربوناته وفيتامينات واملاح معدنيه. ده المركز اللي عندك ومعاه شويه سلاج. هتدي كام للعجل؟ زي ما انا قلت لكم قبل كده وانتوا حفظتوه، كل 100 كيلو حي من وزن هذا العجل اديله 2 لـ2.5 كيلو ماده جافه. وقلنا الماده الجافه هي عباره عن المركز مطروح منه الميه، يعني الماده مطروح منها الميه. لو المركزات غالبا بيبقى 90% فيها ماده جافه و10% فيها رطوبه. السلاج اللي احنا شغالين عليه بيبقى من 25-30 ماده جافه والباقي فيه رطوبه. احسب بقى عليتك وظبط وقتك. عندك 200 كيلو اعملها، يبقى انت عايز 5 كيلو ماده جافه. عندك 300 يبقى انت عايز 7.5 كيلو ماده جافه. عندك 400 يبقى انت عايز 10 كيلو ماده جافه. حسب تركيبتك هي. وانا دايما بقولها وبفضل يا اخوانا الذره والصويا والرده تبقى موجوده معاك في التركيبه. ليه؟ اقل حاجات بيحصل فيها غش، كل المستخلصات بيحصل فيها غش. لو قدرت تعمل تركيبتك ذره وصويا ورده اعملها. لو انت ما عندكش ومفيش امكانيات وعندك مخلفات مصانع اشتغل منها، بطاطا اشتغل، بطاطس اشتغل، قشر برتقال اشتغل، اي حاجه تقدر تعمل لك تركيبه متزنه ورخيصه الثمن وبتديك معدلات نمو صح اشتغل بيها. ده الرد على اخونا ابو مينا واخونا بدر بحير. اخونا رمضان قالها محمود العجل السيمنتال اجبنا عليه. السيد من الشرقيه العجل اللي هو ما بيزيدش معاه ده المفروض يديله حاجة للديدان الداخلية. يا سيد يديله حاجة ضد الإسكاريس بالذات، خاصة لو كان عجل جاموسي يديله، ينزل الديدان اللي عنده لو كان فيه ديدان، يديله أي أيفوماك، يديله أي حاجة. ما زادش معاك وانت شايف ان هو عجل معدلات نمو وحشة من يوم ما تولد وهتسمنه بعد كده، بيعه يا سيد وخلص منه، عشان احنا بنعتمد على الربحية. يبقى انت عارف قصته من أولتها، لا بيعه بسعر قليل ومشي. أخونا بتاع الغربية محمد دي يقول التحصين، في تحصين لحمى الدم الملاريا او البابيزيا. لو انت المكان الفتره اللي جايه بالذات في شهر 4 وفي شهر 5 هيبدا ينتشر البلاد برازايت اللي هي طفيليات الدم نتيجه لوجود الاوراد. انت ممكن تدي لها تحصين اول ما تستلمها 1 سنتر كل 50 كيلو جرام من ماده الاميدو كارب ديت. انا ممكن تديها لها. مشاهدينا الاعزاء، بقيت الاسئله ان شاء الله اجب عليها الحلقه القادمه يوم الاثنين. قبل ما ابدا سعدت بلقائكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.